لو الحكاية فيها إن فيتو. اطلع فوق بس عايزك تشوف الطوبة مصر وقعت فين. اطلع من الغبش. اطلع من الغبش يا موت علقتها. لا عشان بس الطوبة مصر وقعت فين دي حاجة ودي عمارة غير عمارة. وصلت وطوب تحت هناك اهو وشالوه طوب تحت خالص. يعني دي الصالة البوتاجاز دي؟ دي صغيرة دي بيقول أستاذ سعادتك فرعت ده كله وعارف الناس في الميري سايحين بني ادم بني ادمين سايحين. طب والاسم ما حدش جه؟ ولا حد جه ولا حكومة ولا أي حد جه. بتاع المطافي خد الأنبوبة ومشى وقال لك إحنا عملنا وسوينا ولا حد جه. اتصلنا بظباط اتصلنا بالدنيا فيتو.